السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحرك الرهاب بتاع دريم وورك أصبح أوبن سورس. دريم وورك اللي عاملة فيلم زي هاو تو ترين يور دراجون كانت شغالة بالرندر دوت ونيو ايج والورلد تاور والأفلام الجميلة ديت. الرندر العالي دوت معمول بمحرك الألعاب اللي خلاص هيبقى أوبن سورس، تقدر إن أنت تحمله مجانا وتقدر إن أنت تشتغل بيه. محرك الألعاب اسمه أوبن ونري اهوت، وطبعا بيشتغل على البلندر. هو حصل على جوائز كتيرة للجوائز اللي حصل عليها. تعال نخش كده على الداونلود. بيقولك عامل سين اب وهيبعتلك رسالة ان انت تقدر تحمله مجانا.